بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ الدكتور محب الرفعي، وزير التربية والتعليم الأسبق بجمهورية مصر العربية، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس. سعيد اليوم لأنني أشارك في هذا المؤتمر، وأشكر جامعة شقراء وعلى رأسها الأستاذ الدكتور عوض الأسمري رئيس مدير الجامعة، وكذلك الدكتور طلال الشريف مقرر المؤتمر وجميع القائمين على هذا المؤتمر، لأنهم اختاروا موضوع في غاية الأهمية وهو مؤتمر الدولي للهوية الوطنية. فما أحوجنا اليوم أن نبني هوية وطنية ونعززها لدى المواطنين في جميع الدول العربية والإسلامية، وبصفة خاصة أننا نواجه العديد من التحديات التكنولوجية والتحديات الثقافية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرض علينا أن نواجهها من خلال منظومة التعليم تستطيع أن تعزز الهوية الوطنية والولاء للوطن والقيم المرتبطة بها، وبصفة خاصة ما نجده الآن على منصات التواصل الاجتماعي من كثير من المعارف ومن المعلومات التي قد يكون بعضها يؤثر بخطورة كبيرة في الهوية الوطنية للمجتمعات العربية. ولذلك على التعليم أن يقوم بدور مهم من خلال جميع عناصر منظومة التعليم، سواء كان المعلم أو المناهج الدراسية أو كافة مؤسسات المجتمع أيضا الإعلامية والدينية والثقافية، لأن الهوية الوطنية هي دعائم تقوم عليها المجتمعات، بل إن استقرار المجتمعات مرتبط بالهوية الوطنية، إنها عملية وجود أساسي لأي مجتمع من المجتمعات. ومن هنا كانت أهمية هذا المؤتمر وأهمية الخروج منه بوثيقة تؤكد على دور المؤسسات المختلفة في تعزيز الهوية الوطنية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن للأمة العربية والإسلامية بأثرها. الأستاذ الدكتور محب الرفعي، وزير التربية والتعليم الأسبق في مصر، وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس.